انتوما الانتدابات كانت قديم اللاعبين جداد وكانت هاد لو بوين راك شفتوا اللاعبين اول مره هاد الانتدابات بهذا الكم والنوع وهو كما قلت عصر جديد وهو وفاء للعهد اللي قطعته على نفسي مع الجماهير بانه غنديروا انتدابات وغنغيروا ملي كانوا هما كيعيبوا على الفرقه 85% هذا الشيء اللي شفتوا اليوم راه مازال ما سديناش انتدابات ديال هذا الميركاتو الصيفي باقيين واحد ثلاثه ديال الانتدابات حنا كنتفاوضوا عليهم وصلنا معاهم في مراحل جد جد متقدمه كاين اللي وقعنا مع واحد مازال جوج ما تفاهمناش قريبين تاهما التوقيع ويجيو لانه مازال عندنا خصاص في الخط الهجوم نرجع النسبه ديال النوعيه راه عينا فيها وهي اللي ما كانش عندنا فرصه نقولوها بانهم اللاعب اللي خصو يجي خصو يكون عنده في المهارات ديالو ولا تكنيك ديالو وداك اللعب ديال الرجاء الميركاتو هذا ديال الصيفي غنسدوه من بعد هذوك الانتدابات الاخرى اللي غتكون في هذا الاسبوع هذا وغنبداو نوجدوا الميركاتو الشتوي لانهم كاينين شي وحدين اللي طاروا على شي لعابه كاين اللي عاد لاعب ندام كاين اللي عاد تيتصل وتيقول لك انتظرونا في الميركاتو الصيفي راه ما غاديش نسدو هذا الموضوع هذا وغتكون عندنا ان شاء الله مفاجآت اخرى في هذا الميركاتو الشتوي اللي تنطلب كذلك هو من الجماهير انهم يزيدوا يلتفوا حول الفريق ديالهم حول المكتب الجديد لانه هذا ماشي داك المكاتب المسائل اللي وعدتها كملفات كبرى وكاوراش لان هذه الانتدابات راه درناها بشهر ونص شهر ونص وصلنا لهذا العدد هذا وحنا كنجيريو مسائل اخرى بحال المحاسبه بحال التنقيه اللي قلنا الكراطه ديال الوازيس اللي بدات كتوصل اللي فيها الاداره بعدا موظفين بالنسبه للمؤطرين ديال الفئات الصغرى ملفات بحال ديال الاكاديمي هادو كلها اوراس كانت مفتوحه وميم طون كنقادو فيها وتنشكلوا المكتب ديالنا الان المكتب تشكل اللجان كذلك تشكلات كل واحد غيبدا الخدمه ديالو وكنرجعوا غادي نبداو نتبعوا ملف ملف اولهم واسخانهم كي تيقولوا هو ديال المحاسبه باش يعرفوا غيكون الرجاء لانه فين انا تنقول اللي دا شي ريال دراجه راه خصو يرجعوا ولا راه غادي انا قلت لهم هادوك دوك الكائنات اللي كتعيش في الظلام كائنات ديال الظلام حنا جينا جبنا لي بروجيكتور ما عمر كان يمكن في شي عاد تاريخ الرجاء واحد الانفتاح واحد المكاشفه اللي تنقولها انايا هذا عهد ديال المكاشفه اللي عنده شي ملف اللي تيقول لي لا راه دوك اللي وصلهم الصهد ديال هاد المحاسبه اللي فيه كعوره هو اللي تيكون هو اللي غيكون تيهضر وتيشوش وحنا راه ما تنعقلوش على ذاك القافله تسير وكائنات الظلام تنبح هاد الاسبوع هذا غنلونسيو بطائق الانخراط انتهينا من الكونسيبت ديالهم انتهينا من القيمه ديال كلهم لانه باش ديرها راه ساهل تقول نرمي هذا واش انا كرهت انا يدخلوا الفلوس كاين واش غادي هاد البطاقه فين غتخول فين غيجلس بشحال القيمه ديالها هادشي راه فيه مشاورات كلهم هادشي الجمهور كيطالبوك وانت خصك دير انتدابات وانت خصك تحاسب مع عباد الله وخصك تكرط وخصك ما عرف شنو دير يعني غير مهلا راه حنا جايين دوسمو راه شهر ونص عند البدراوي خص ما تنساوهاش الناس راه دوزو ما نعرفش شحال ما تحاسبتوش معاهم ما قلتوهاش ليهم راه ما عند المشوشين ما يصوروا مع هذا العبد المذنب غادي يكونوا كاينين والوبجيكتيف اللي سطرناه انه كل عام نطعموا الفريق الاول بثلاثه اربعه اللاعبين من الفئات الصغرى للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في